بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على وحدة جديدة اسمها الطاقة. يعني إيه كلمة طاقة؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال الوحدة، وهنشوف صور للطاقات ومصدر الطاقات. تمام كده؟ طيب تعالى كده نبتدي نشوف أول حاجة بنقول الوقود والطاقة. هو الوقود يعتبر مصدر من مصادر الطاقة؟ هي العربية علشان تتحرك لازم نعمل ايه؟ العربية علشان تتحرك لازم نمونها بالوقود، تمام كده؟ لان ده مصدر الطاقة فيها. طيب هو الانسان ايه مصدر الطاقة ليه؟ مصدر الطاقة للانسان علشان نقدر نقوم بجميع الانشطة الحيوية بتاعتنا يبقى لازم ناكل، يبقى الغذاء بالنسبة للانسان زي الوقود بالنسبة للسيارة، تمام كده؟ يبقى لماذا تزود السيارة بالوقود؟ قلنا علشان تتحرك وعلشان تمشي. طيب لماذا يتناول الانسان الغذاء؟ قلنا علشان نقدر نقوم بجميع الانشطة الحيوية، ومن ضمن الانشطة الحيوية دي اللي هي الحركة. يبقى الوقود للسيارة بالظبط كده زي الغذاء بالنسبة للإنسان. طيب تعال بقى شوف كده السؤال ده بيقول دور الوقود للسيارة يتشابه مع دور الغذاء للإنسان. ليه بقى؟ لأن كل منهما بينتج عنه طاقة. الوقود يديني طاقة حركية، والغذاء برضو يديك طاقة للقيام بالأنشطة الحيوية زي الحركة. ها تمام كده؟ طيب تعال بقى كده نشوف مصطلح جديد اسمه الشغل. يعني ايه كده الشغل؟ كلمة شغل دي بتطلق على اي مجهود. لما انت بتقوم بمجهود تقول انا بذلت شغل، انا بذلت شغل. بس في هنا شرط، طبعا علشان تبذل شغل يبقى في قوة هتشيل الشنطة بتاعتك وهتتحرك بيها. طب تعرف ان انت لو شلت الشنطة وانت واقف مكانك، عارف ايه اللي هيحصل؟ انت كده بتؤثر على الشنطة بتاعتك بقوة، بس الشغل بتاعك بيساوي صفر. بيساوي صفر ليه؟ لان الشرط الرئيسي في الشغل ان يكون في حاجة تسمى الإزاحة. الإزاحة يعني المسافة اللي انت هتبتدي تتحركها. بص كده معايا، الولد ده بيعمل ايه؟ بيزق في الحيطة، هو بيؤثر على الحيطة بقوة، بس الحيطة هتتحرك؟ الحيطة لا تتحرك. يبقى إذن المسافة اللي هتتحركها الحيطة أو الإزاحة تساوي صفر. يبقى مقدار أو محصلة الشغل كله بيساوي صفر. ها تمام كده؟ يبقى أقدر أقول كده إذا أثر شخص على جسم ولم يتحرك يبقى كده الايه؟ الشغل كله بيساوي صفر. طيب في قانون للشغل، لان احنا هنحسب الايه؟ الشغل، وهنجيب كمان وحدات القياس ونعرف وحدات القياس. الشغل بيساوي القوة اللي انت هتؤثر بيها على الجسم في الازاحة او المسافة، هي نفسها. بس ايه الفرق؟ لما نكبر شوية في سنة تالتة اعدادي هنعرف ان الازاحة هي المسافة، بس الفرق بينهم ان الازاحة بتبقى في خط مستقيم، يعني في اتجاه ثابت. ها تمام كده؟ يبقى الشغل بيساوي القوة في الازاحة. طب هو كل مرة يا مستر هيقول لي احسب الشغل؟ لا، ده ممكن مرة يقول لك احسب القوة، ممكن مرة تانية يقول لك احسب الازاحة. تمام؟ علشان كده احنا قلنا ان اي قانون نعمل له مثلث لتسهيل خروج القانون منه علشان نقدر نستنتج منه القانون. المثلث بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول ان الشغل يبقى فوق، القوة والازاحة جنب بعض. اتفقنا من زمان ان لو الاتنين جنب بعض يبقى اضرب، يبقى فيه. لو الاتنين فوق بعض يبقى اقسم على الحاجة اللي يقول لك احسبها. لما يقول لك احسب كذا خبي الحاجة اللي هو قال لك احسبها. يعني ايه؟ لو عايز الشغل نخبي الشغل، يبقى الشغل بيساوي قوة في الازاحة. طيب لو عايز القوة خب القوة، يبقى القوة تساوي الشغل على الإزاحة. طب لو عايز الإزاحة ها تخبي الإزاحة، يبقى الإزاحة تساوي الشغل على القوة، الشغل على القوة. طيب احنا واحنا بنحسب اي حاجة، اي مقدار او اي كمية فيزيائية، يعني قلت مثلا خمسة، اقول خمسة ايه؟ الحاجة اللي بتتكتب جنب الرقم دي اسمها وحدة قياس. اسمها ايه؟ وحدة قياس. عندي هنا لكل حاجة من دول وحدة قياس،
وحدة قياس الشغل، حاجة جديدة كده أول مرة تسمعها، اسمها الجول. اسمها إيه؟ الجول. طيب علشان ما نتلخبطش أنا عامل لك جدول لوحدات القياس والكمية الفيزيائية. لما أقول لك مثلا الكمية الفيزيائية شغل، يبقى وحدة قياس الشغل لسه قايلين حالا جول. طيب لو أنا قلت لك مثلا القوة، يبقى وحدة قياس القوة بالإيه؟ بالنيوتن، تمام؟ طيب لو قلت لك الإزاحة، لسه قايل لك من شوية إن الإزاحة هي نفسها المسافة، يبقى المسافة أو الإزاحة تقاس بوحدة تسمى المتر، تقاس بوحدة تسمى المتر. طيب فاكرين كان عنوان الوحدة إيه؟ العنوان بتاع الوحدة بيقول طاقة. يعني إيه كلمة طاقة؟ طاقة معناها إن أنا أقدر أبذل شغل. دلوقتي أنت بذلت شغل، يبقى دي طاقة. لما تتحرك من مكان لآخر يبقى دي طاقة، تمام كده؟ لما تغير حاجة من موضعها وتنقلها موضع تاني يبقى ده طاقة. يبقى أقدر أقول إن الطاقة هي القدرة أو المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. إنك تغير مكانك، إنك تغير موضع الديسك اللي أنت قاعد عليه أو موضع الكرسي اللي أنت قاعد عليه، يبقى دي تسمى الطاقة. طيب وحدة قياسها تقدر الطاقة بوحدة زي الشغل كده بالظبط، اللي هي وحدة الجول. طب تعالى كده ناخد المثال ده على الشغل. ها اقرا كده معايا، بيقول لي احسب مقدار الشغل المبذول عندما تؤثر قوة مقدارها 50 نيوتن على جسم لتحركه مسافة 10 متر في نفس الاتجاه. طب ركز معايا كده بقى في الحل، لازم اقول القانون. القانون بيقول الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، القوة في الإزاحة. طيب القوة هنا بكام؟ بيقول لي قوة بقدرها 50 نيوتن، يبقى تحت القوة احط 50، تمام؟ في انزلها، تمام؟ طيب المسافة او الإزاحة 10، يبقى ال 50 في 10 ب 500. طب ما سيبهاش كده وبس، ده اسمه المقدار، لازم احط وحدة قياس، واحنا اتفقنا وحدة قياس الشغل تسمى جول، وحدة قياس الشغل تسمى جول، يبقى لازم اقول جول، تمام كده؟ طب تعالى كده اكتب لك مثال كمان ونحله كده، بص كده ركز معايا، لو قال لك مثلا احسب مقدار القوة التي تؤثر على جسم، مقدار الشغل المبذول عليه 500 جول، فتحرك الجسم مسافة 5 متر. بص بقى يا سيدي. طيب تعالى بقى نطلع كده المعطيات، بيقول لي احسب مقدار القوة التي تؤثر على جسم، يبقى هو عايز قاف، يبقى قاف دي مجهولة. طيب تؤثر على جسم مقدار الشغل المبذول، يبقى الشغل شين غين اللي هي بمين جول، تمام كده؟ طيب قال لي فتحرك مسافة، يبقى دي ف اللي هي المسافة أو الإزاحة 5 متر. لازم نبقى عارفين المثلث بتاعنا اللي هو بيقول إن الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. طب هنا احنا عايزين القوة، خبي القوة، يبقى اذا قاف بتساوي الشغل على الإزاحة. طب الشغل بكام؟ الشغل لسه جايبينه اللي هو سوري هنا ب 500 جول. 500 على كام؟ على الخمسة. 500 على الخمسة فيها المية، 100 ايه بقى؟ احنا بنحسب قوة، يبقى القوة بالنيوتن، القوة بالنيوتن. وكده يبقى خلصنا درس النهاردة.